اهلا من جديد مشاهدينا ومتابعينا، وصلنا لفقره القضيه، وقضيه اليوم حنتحدث فيها عن اليوم العالمي للاطفال ضحايا الاعتداء والعنف، ايا كان شكل العنف والاعتداء، سواء ناتج من حروب وغيرها من انواع التعنيف الجسدي واللفظي الى اخره. مزيد من التفاصيل حتكون معنا عبر الهاتف الاستاذه آلاء خوجلي، مديره منظمه نحن لهم. استاذه آلاء، مساء الخير عليكي. مساء الخير عليكي ومساء الخير على كل المشاهدين. مرحبا استاذه آلاء. بدايه، يعني لما نقول عنف ضد الاطفال، خلينا نفصل بصوره اكثر تعريف العنف ضد الاطفال. طيب، العنف طبعا كلمه فضفاضه بمعناها في نعم. في المعنى ذاته الحرفي حقها، فممكن نقول انه هي ممكن تكون اساءه، معامله، او يعني هو تضخيم لللفظ اللي هو بتاع الاساءه نفسه. طيب تمام. طيب خلينا نفصل، طيب اشكال العنف ضد الاطفال ممكن نقسمها لكم، او ممكن تنحصر فيها في كم شكل؟ طيب، في ممكن نقول في عنف الاسري، في العنف المجتمعي وده بيكون غالبا موجود. العنف الاسري عندنا موجود لكن باشكال، يعني ممكن احنا نكون كمجتمع متقبلين نوعا ما، اللي هو التعنيف، يعني التعنيف الاهل للابناء، لكن ممكن تكون هو عدم الوعي اللي بيخلي الاباء هم اللي يتعاملوا بالتعنيف السيء، او ان هم يكونوا قاصدين انهم يعنفوا ابنائهم بالصوره الظاهره دي. في التعنيف طبعا في المدارس، ودي حاجه موجوده بكثره في المدارس عندنا، اللي هو بيكون الأستاذ بيعنف طلبته بطريقة غير يعني غير مقبولة. في العنف المجتمعي، في العنف في الحروب والنزاعات، ده برضو موجود، اللي هي طبعا أكيد قننت اللي هي الاتفاقيات بتاعت الأمم المتحدة والقوانين الموجودة. أستاذة آلاء، يعني إحنا كيف نقدر نناهض العنف ضد الأطفال عشان يكون عندنا جيل معافى سليم؟ طيب، هي طبعا اكيد بالتثقيف، يعني التثقيف والتعليم، شغل طبعا الاعلام المكثف في المدارس، المراقبه، المحاسبه، هنا موجود طبعا في السودان، اللي هو حمايه الاسره والطفل، لكن احنا ثقافتنا ما بتخلينا، يعني مثلا لو طفل والده عنفه انه نحن نمشي نشتكي مثلا على الوالد، او نشتكي على تعامل معين، فالثقافه بتمنعنا او بتحجمنا على الحاجه دي. لكن ممكن احنا يقول زي ما قلت لك انه احنا لازم يكون في تثقيف مكثف في موضوع العنف ضد الاطفال. شغل الاعلام لازم يكون موجود، التوعيه للاسر، لانه ما كل الاسر متعلمه، فلازم يكون في توعيه مكثفه للموضوع ده، بالاضافه لشغل اللي هو التكافل المجتمعي اللي هو بيكون عن طريق المنظمات وما الى ذلك. جميل كل اللي قلتيه، واذا نحن فعلا التزمنا به وزودنا جرعه الوعي في منصات التواصل الاجتماعي وحتى في المنابر الاعلاميه، بنقدر بقدر الامكان نحصن الاطفال من الالام والعنف ضدهم. طيب استاذ آلاء، اليوم بيصادف 4 يونيو اليوم العالمي للاطفال ضحايا الاعتداء والعنف، بتقول شنو لمنظمات المجتمع الدولي وللحكومات؟ هي طبعا منظمات المجتمع الدولي يعني اصلا هي مركزه في موضوع العنف بكل اشكاله. ممكن اقول انه منظمات المجتمع المدني تكثف جهودها مع الحكومه. ممكن اقول انه الحكومه هي مجرد وسيط او وسيله، انه نحن لو بقت بيننا وبينها، فالمنظمات المفروض تكون هي الوسيله اللي هي بتوصل الصوت بالنسبه للموضوع ده، اللي هو موضوع العنف ضد الاطفال. تمام. طيب للإعلام بالتأكيد أستاذ آلاء دور كبير جدا في التوعية للحد من الاعتداء على الأطفال والعنف. طيب حضرتك مديرة منظمة نحن لهم، وتابعنا نحن أنه كان عندك شغل جميل جدا لأطفال القيادة، شنو من الخطط اللي إحنا سعيدين جدا في سودانية 24 أن إحنا نتعاون مع حضرتك ونوصل رسالة إعلامية للعالم ونخصص بها للتعنيف أو ضد التعنيف للأطفال؟ هو طبعا احنا اشتغلنا شغل مع الاطفال، ممكن اقول انه العنف عنده كذا صوره، ما ضروري تكون يعني اللي هو التعنيف المباشر، ممكن تكون الاذيه بتكون باللسان. نعم. فالحاجه اللي انا لاحظتها في الاطفال الموجودين انه هم متاذين نفسيا من التصرفات او الكلمات الجارحه اللي هي بتكون من الناس اللي حوالينهم الموجهه للاطفال.
فالحاجة اللي أنا ممكن أقولها إنه أوصلها للناس إنه الأطفال دي ما ذنبهم إنهم يكونوا موجودين في الشارع، كان ممكن واحد فينا يكون نفسي أو في وضعه مكانه. صحيح. فالمفروض نحن نخط نفسنا مكان الأطفال ديل ونشوف شنو الأسباب اللي خلتهم يصلوا للمراحل دي، والمفروض نحن ندعمهم ونرعاهم لحد ما يصلوا لمرحلة نحن بنفخر بها، والمفروض نحن كلنا كمجتمع واحد نتكاتف عشان نوصل للرسالة دي. طيب خلينا نتكلم يا أستاذة علاء، لا طالما العنف وصل فخلينا نتكلم عن مراحل العلاج للأطفال. المرحلة ذاتها بتاعت الطفل أو بداية الصدمة له ممكن تكون متفاوت، يعني ممكن يكون في طفل في بداية إنه هو بادي يتحطم، وفي طفل حرفيا ممكن يكون يتحطم تماما بسبب العنف، سواء كان من الأسرة أو من المدرسة أو من الحروب وغيرها، حتى لو كان من المجتمع. حالة العلاج للأطفال بتتم كيف عندكم حسب أنت ما مديرة منظمة وعندك علاقات بالمنظمات منظمات المجتمع الدولي؟ طيب الحاجة دي طبعا حتى لو أثرها ما كان واضح في السوق يعني لينا، يعني ممكن يكون أثرها لقدام، يأثر على الطفل من هو طفل صغير لحد ما يكبر، ممكن الحاجة دي تكون مؤثرة عليه، ممكن تجيه في شكل أحلام، ممكن تجيه في شكل موقف أو ذكرى مثلا في نفس المكان اللي هو تعرض له للعنف، أو أي يعني أي مشهد ممكن يتبادر لذهنه، فالحاجة دي بتكون مؤثرة عليه في سلوكياته فيما بعد. الحاجة دي طبعا بتتعالج عن طريق اللي هو العلاج النفسي والدعم للمجتمع والدعم للمنظمات الحكومية والدولية، الدعم من الأسرة أكيد، والدعم من المجتمع كله. فالحاجة دي برضه الإعلام له دور إنه يكون يد داعمة للموضوع ده، حاضرين تمام. بحيث إنه يوصل الصورة السليمة للأطفال نفسهم. لو لاحظت ان اطفالنا كلنا بيكونوا متابعين دائما في السوشيال ميديا، مواقع السوشيال ميديا وكده، المفروض تكون في برامج يعني توعويه او تثقيفيه للاطفال بالحاجات زي دي. نعم. طيب استاذه لا، يعني خلينا نتعاون مع بعض، وهو المسؤوليه مسؤوليه مجتمعيه، والتضافر الجهود يعني لازم كل الناس مع بعض، يعني هي ما مسؤوليه فرديه ولا مسؤوليه منظمات مجتمع، لازم منظمات المجتمع الدولي، الاسره، المجتمع، الحكومات كلها تتضافر الجهود عشان نقدر نحمي اطفالنا من العنف. طيب حاليا احنا في فتره بتاعت اجازه كلها كم شهر، ويمكن تنزل او ترجع المدارس زي ما كانت، هل في احصائيه معينه؟ هل في زيارات ميدانيه بتتم للمدارس؟ هل في متبرعين من قبلكم عندهم علاقه سواء كان اختصاصي نفسي او اختصاصي اجتماعي، كل فتره يفترض انه يكون في بقعه معينه من المدارس؟ شكل الحاجه دي احنا ممكن نعملها قبل ما ننزل او في فتره الاجازه يعني، فانا ما اعرف الخطه عندك كيف عشان نقدر نتعاون مع بعض. طيب نحن اصلا شغلنا مع الاطفال الموجودين في الشارع اللي هم الاطفال فاقدي السند للتخصص بتاعنا، اللي هو نحن اصلا بنحاول نوفر لهم مصدر دخل للاسر، وفي نفس الوقت نهتم بتعليم الاطفال ديل. ما بقدر اقول لك انه في السلبيه يعني في حاجه واضحه للموضوع ده، لانه حتى الاسر هي داعمه العنف بالنسبه للمدارس، لانه يعني لو لاحظت يجيك الولد يشتكي من الاستاذ ضربني يقول لك دق وكسر عظمه، يعني الموضوع ده يعني كده او لين موجود في اللحم ولك ثقافتنا. العظم او بالعكس، اي الحاجه دي اصلا موجوده في ثقافتنا، فما يعني انت ما بتقدر تقولي انه في حاله احصائيه معينه توريك انه في عنف، لكن في حاجات ممكن تكون حاليا ممكن نقول الناس بقت توعى انه حاليا انه لو الاستاذ خرج عن السلوك المفروض يكون موجود كأستاذ يعني كمربي. نعم. ممكن كان الأسر ممكن كان يعني في لو لاحظتي إنه بتلقي إنه في أسر بتشتكي أو تتكلم إنه طفلي يتعنف بطريقة غير مناسبة حسب أو القانون كده ممنوع يعني. طبعا، لكن لا عزاء للقوانين أكيد طبعا، بس زي ما بقول لك إن الحكومة من ناحيتها يعني عندها مراكز، عندها حاجات لأي إنسان عنده شكوى أو في تعنيف حاصل، يعني موجودة اللي هي حماية الأسرة والطفل موجودة في أي لحظة، وأصلا شغالين، وأنا كنت أصلا بيجي عندهم طوالي، ف يعني هم أصلا يعني أي إنسان عاوز ياخد حقه بياخد حقه على طول. الله يعينكم أستاذة آلاء وفي ميزان حسناتكم. شكرا الله جزيلا يكرمك يا أستاذة رب. آلاء خوجلي، مديرة الله منظمة يخليك، نحن لهم، شكرا على الله زمنك. يخليك، متواصلين تسلمي يا رب. معكم مشاهدينا ومستمعينا، وتستمر فقرات 24 جرات بعد فاصل إعلاني ثاني.